اخبار ناجي جوزك ايه يا حبيبتي؟ طفش ولا لسه؟ لا لسه مسابر. لسه مسابر؟ والله حاولت كل حاجه بس الراجل قاعد يديله العافيه. لا بس انت خافيه عن الانظار خالص يا رزان، مش فاهمه ليه يعني، لا شفناه في مهرجان ولا في ستوري على الانستجرام ولا حاجه خالص. بس بخاف من الحسد. لا والله ابدا، لا هو ما بيحب يكون بالاضواء. هو ما بيحب ابدا، بحس انه متجوز حد مشهور فهو لازم يتشهر. هو بده حابب يعيش حياته مثل ما هو بده اياها. انا الاختفاء دي انا مش مستريح لها. ما هو يا اما متجوزاه على دره يا اما الواد قمر، انهي فيهم؟ اكيد مش متجوزاه على دره. يبقى قمر. انا برضه كنت خافيه المرحوم. انت خفتي خالص خالص. بس ليه يا رزان ما شفنالكيش يا حبيبتي صور فرح، لا في الموعد ولا في اخبار الحوادث ولا حاجه؟ ايه عاملينه على الضيق؟ لا والله عملنا اربع افراح بس كنا عازمين ناس قليل. وتصورنا اربع صور بالاربع افراح، في كل فرح صوره. ماما بتحطها بالفريم وبتقعد بتعيط عليها كل يوم. ومين بقى اللي عمل لك فستان فرحك؟ اليساب ولا جبتي من العبودية؟ بصراحة فستان فرحي ثمنه 40 دولار بس. 40 دولار؟ وحتى مش أنا اللي جايبته، فريند أوف ماين هو عطاني إياه كادو. إيه السنكحة دي؟ لا ناجي شكله مفلس خالص. لا هقول لك شيء، نحن لما جينا بدنا نعمل عرس ما كان الفستان موجود، كنا مسافرين. فاجا الديت تبع الودينج انه لازم يكون مثلا بكره، فما راح نبعث الفستان والمعازيم والتورته والسومو والكروفات، وانت عارف الجو تبع الافراح الاوفر بالضبط. ف بدي فستان ابيض، لقيت فستان كثير سامبل قصير، اتس جيفت فروم ا فريند اوف ماين، وكثير طلع حلو وتجوزنا. وبالاخر الواحد حلو ينبسط، مش مهم شو لابس وقد ايه دافع حق الفستان. ب 40 دولار سامعين؟ طب وايه مميزات ان الواحده تتجوز واحد اصغر منها يا رز؟ يعني اصل انا بفكر بقالي فتره وبدرس الموضوع. اكيد جو اهيد قبل ما تفكري مرتين. بجد؟ اوف كورس. مع انه جوزي منه كثير اصغر مني يا جماعه، سوري، اصغر مني بكم شهر، اتس اوكي. بس انه لا اكيد حلو. انا بحس انه العمر ما له معنى، حبيتي اكبر منك حبيتي اصغر منك، اذا انتم منسجمين مع بعضكم حتعيشوا في ربيع دائم. طب سيبك من ناجي وخلينا في امي ناجي. اوكي. اخبارك ايه مع الحمل المصريه؟ تانت سوزي. تانت سوزي؟ قمر. اسمها سوزي؟ سوزان. قمر تانت سوزي. ايه مالنا حما مصريه ابدا، مع انه انا بوجه تحيه للحماوه المصريين لان هم لزاز طبعا، ولكن هي كثير اوروبيه. ايه يعني مفيش خناقات ولا كمبوش بعد ولا حاجات كده؟ أنا كنت عايزة أعيش بعض المشاهد من الأفلام المصرية تبعت السبعينات والثمانينات. حماتي بتجيبني من شعري، بتقعدني على طش الغسيل، بتخليني أقور الكوسة، أقمع البامية، أنشر الغسيل على السطوح بالطشت. مفيش الحاجات دي؟ خالص، مفيش أصلاً طشت عندها. ده إيه الملل ده؟ واشنج ماشين بالكهرباء. ده أحلى حاجة إنك تخيري جوزك بينك وبين أمه. طب يا ستي ناجي ومخبياه عشان خايفة يتلتش منك. اسم النبي حارس وسين وابن كرام. ايه الصور اللي بتحطيها دي؟ دي خطفاه ولا ايه؟ يقبرني يقبرني. مش معقول يقبرك يا حبيبي قمر. انا حبيبي انا بحط اجزاء منه وانتوا جيبوا البازل وركبوه، اذا جربت تركبيه بيطلع. بر يا حبيبي. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.